مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في جولتنا الاقتصادية. نحو تحقيق المزيد من النمو والازدهار الاقتصادي والتجاري، تحتضن المملكة العربية السعودية عددا من القمم المهمة لإحداث علامة فارقة في تاريخ العلاقات الخليجية والعربية مع الصين، باعتبارها فرصة ذهبية لجذب المزيد من الاستثمارات العملاقة. إليكم التفاصيل. تزامنا مع إعلانها تحقيق فائض يصل إلى 16 مليار ريال في ميزانية العام المالي 2023، تحتضن المملكة العربية السعودية قمما تاريخية تؤكد عزمها على تعزيز العمل الخليجي والعربي المشترك مع الصين، بما يحقق المزيد من النمو والازدهار في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية. تسارع الخطى الخليجية والعربية لتبادل المنفعة والتنمية المستدامة مع ثاني أكبر اقتصاد عالمي تطرح فرصا واعدة، خاصة وأن الصين تمثل وجهة تكنولوجية متميزة، ويجب الاستفادة من قوتها الاقتصادية والتجارية لتوظيف الإمكانات المتاحة وإيجاد مبادرات يمكنها أن تتعامل مع الواقع بشكل فاعل لتحقيق الازدهار المنشود والانتقال إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصلحة جميع الأطراف المشاركة في هذه القمم الواعدة. وفي ظل متابعة الجميع لقمم الرياض التي ترسم بدقة واحترافية جسور التعاون الممتدة إلى الصين على خارطة طريق الحرير، تترقب الشعوب الخليجية إبراز ثقل اقتصادات دولها بإقامة منطقة تجارة حرة مشتركة معها، وتأمل شعوب المنطقة العربية الارتقاء بمستويات التعاون عبر إزالة أي عوائق تجارية تعترض تطلعاتها لتحقيق ما تصبو إليه من رفاه وازدهار.